بأجواء من البهجة والمرح والإبداع، انطلقت فعاليات مخيم مشمس الصيفي بتنظيم من نادي سيدات الشارقة التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إذ يقدم المخيم هذا العام بمقر النادي العديد من الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية، والتي تستهدف الأطفال والفتيات واليافعات من 4 إلى 16 سنة والفتيان من 4 إلى 8 سنوات لتحفيز قدراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم وتعليمهم مهارات جديدة. أنا أحب المكان عشان فيه كل شيء، عشان أحب أتعلم. أنا عملت في ورشة الطبخ هوتدوك ساندويتش، حطيت جواها السلطة البصل والهوتدوك. في مبنى كولاج مركز المواهب والمجمع الرياضي بنادي سيدات الشارقة، جميع المشاركين في مخيم مشمس الصيفي على موعد يتجدد بالشغف في كل يوم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة والمختارة بعناية ودقة وتحت إشراف نخبة من الكوادر المتخصصة، ومنها الطبخ وفنون الرسم وصناعة الفخار وغيرها الكثير، مما يتيح الفرصة للمنتسبين للتعلم واللعب والتسلية في أجواء آمنة وأماكن مجهزة بأحدث الوسائل المعتمدة لأعلى معايير الجودة. اشتركت في مخيم عشان أتعلم أشياء جديدة، واليوم سوينا بالفخار حشرات، ورحنا اليوم السباحة وتعلمت كيف أسبح وأسوي سكيتينج. في الفخار رسمت ورقة الشجر وصنعت بالفخار الحشرة. نحن هنا في مخيم مشمس الصيفي وفي برنامج صناعة الفخار، يتعرف المشاركين وفق فئاتهم العمرية على كيفية إنتاج قطعة مبسطة من الفخار، وقد اخترنا لهم أن يعملوا على تنفيذ كل من ورقة الشجر لما تتميز به من سهولة ووضوح في الشكل، إضافة إلى الدعقوسة التي نعرفها جميعاً في عوالم القصص والحكايات بهيكلها المميز وألوانها الجاذبة. وبتلك الوسيلة التعليمية المهارية سينتج كل طفل بيديه قطعة فنية جميلة ومتفردة. مخيم مشمس الصيفي في نادي سيدات الشارقة خيار الأسرة الأمثل لأبنائها للاستفادة من أوقات الفراغ في كل ما هو مبتكر، لتغدو العطلة الصيفية ممتعة ومفيدة نابضة بأروع الذكريات وأجمل اللحظات. وللحديث مشاهدينا أكثر عن مخيم مشمس الصيفي تنضم إلينا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذة فاطمة جابر، تنفيذي قسم المجمع الرياضي بنادي سيدات الشارقة. حياك الله ويا مرحبا بك أستاذة. بداية حثينا عن مخيم مشمس الصيفي والأهداف التي جاءت من أو جاء من أجلها هذا المخيم. طبعا بداية أحب أشكركم على الاستضافة الجميلة. نادي سيدات الشارقة دائما ينظم مخيمات خلال العطل المدرسية في الصيف والشتاء والربيع، وحاليا عندنا مخيم الصيف وهو مخيم مشمس الصيفي الممتد لغاية 25/8. المخيم طبعا نقدم فيه مجموعة من الأنشطة ورش العمل اللي تتمحور حول الفنون والعلوم والموضة والرياضة. هدفنا من تنظيم مخيم مشمس الصيفي هو نحاول على كثر ما نقدر أن نقدم أنشطة متنوعة مفيدة تطور مهارات أطفالنا وتوفر لهم بيئة تعليمية آمنة. غير عن شيء طبعا نحفز إبداعهم ونعزز ونصقل شخصياتهم في بيئة ممتعة، ويسمح لهم بعد من اكتساب العديد من المهارات وتنمية مواهبهم خلال الأنشطة. نعم، مخيم مشمس الصيفي بالتأكيد يزخر بالعديد من الأنشطة التفاعلية التي خصصت للأطفال، ما هي أبرز هذه الفعاليات والورش؟ يتميز مخيمنا مشمس الصيفي بأنه يقدم مجموعة من الأنشطة المليئة بالحيوية والمرح، يعني فيها من التعليم والترفيه بنفس الوقت. الأنشطة الفنية
اللي يقدمها مثل عندنا صناعة الإكسسوارات، الحرف اليدوية، الرسم والتلوين، صناعة الفخار، الفنون الزخرفية، البالي والجاز وغيرها الكثير. أما بالنسبة للأنشطة البدنية عندنا التزلج على الجليد، السباحة، اليوغا والتجديف المائي. نعم جميل، ما هي الفئات التي تستهدفونها في مخيم مشمس الصيفي؟ الفئات المستهدفة في مخيماتنا عندنا من الفئة العمرية تبدأ من 4 سنوات ل 16 سنة بالنسبة للفتيات أو البنات، ومن 4 سنوات ل 8 سنوات بالنسبة للفتيان أو الأولاد، وطبعا الأنشطة تتصنف وفق المراحل والفئات العمرية. نعم بالتأكيد، أيضا الجمهور يود التعرف على طريقة المشاركة في مخيم مشمس الصيفي، فكيف يمكنهم التسجيل في هذا المخيم؟ بالنسبة للتقديم في المخيم طبعا أولياء الأمور يقدرون يسجلون أبنائهم عن طريق زيارة النادي نادي سيدات الشارجة، ولأي استفسار يقدرون أنهم يزورون الموقع الإلكتروني اللي هو www.slc.ae أو ينزلون التطبيق في على تليفوناتهم تطبيق SLC لأي استفسارات عامة حول المخيم أو حول أي فعاليات أو عروض أو خدمات يقدمها نادي سيدات الشارجة. كل الشكر أستاذة فاطمة جابر تنفيذي بالمجمع الرياضي بنادي سيدات الشارقة، ونذكركم مشاهدينا أيضا بطريقة المشاركة في مخيم مشمس الصيفي للراغبين بالاشتراك، الاتصال على رقم التالي 06-506-7701 أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بنادي سيدات الشارقة www.slc.ae.